منذ عامين وما تزال قضية المغيبين والمعتقلين من أبناء كركوك راكدة، ولم تتحرك أي من الجهات الرسمية سوى تحرك سابق أفضى عن إطلاق سراح عدد منهم، ليتجمد الملف بعدها وتبقى دعوات ذوي المغيبين والمعتقلين تتعالى بين حين وآخر، علها تجد صدى لدى السلطات المعنية. قبلها سنة أو أكثر طالبناهم وأكثر من 500 موقوف أو مسجون أو مقيب أطلقوا سراحهم. اللي تحاكم طلبنا تسليم الاستخبارات، استلمت الاستخبارات، حققت وياه المذنب مذنب والبريء بريء، طلع هسه يشتغل تاكسي وقاعد بين أمه وأخواته. أكو ناس ما يعرفون مصيرهم، يعني يتمنى أن يعرفوا، يقول أريد أعرف ابني ميت لو طيب. فهذه مناشد إنسانية، وناشدهم وأريد نمد جسور الثقة بيننا وبين أخواننا الأكراد. العشرات من ذوي المغيبين والمعتقلين نظموا وقفة احتجاجية وسط كركوك، رافعين لافتات تدل على مظلومية من اعتقلوا منذ العام 2003 دون أوامر قضائية. شو نسوي اذا مسوي شيء غير اكو محكمه هنا بكركوك، هنا بالكردستان طول المحكمه، بس اذا بدي كل شيء ماكو عليه، كل شيء ما مسوي، ليش محاطينه بالسجن هم يمهم؟ إيه هذا متزوج، ما مو اعزب اقول ما يخالف، يا بيضل يا مشكد ما يضل مشكد ما يطلع، خليه يطلع. بس هذا متزوج، عندنا اثنين جهال، هذول جهال اطفال صغار، شنو ذنبهم؟ ما عندهم معيشه، ما عنده راتب، ما عندنا فشي ولا مخلف حتى ياخذون الراتب اصرف عليهم. أنا معلمة من راتبي أصرف عليهم، إيه هاي سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى متى؟ مو تمام، يجي عيد يجي رمضان، يا الله ما يقبل. أنا أم من مكاني من قلبي أدعي، خلي أدعي لهم بالخير، ليش بالشر؟ قصة لا نهاية لها، طريق شائك لا يفضي إلى نقطة توافق في ظل غياب الإحصائيات من الجهات الرسمية. حلوا ولدنا، أناشد السيد رئيس الوزراء، العطف الأبوي الإنساني هو إنساني، أناشد رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان، رئيس المحاكم، وزير العدل، عدل كردستان، السيد مسعود البرزاني، السيد نجربان، السيد مسرور، يعني اعطفوا، اعتبروهم غلطوا ولو هم ما عدهم هذا الشيء، اعتبروهم غلطوا وعفوا، عفوا عنهم، دزولنا ولدنا، قولونا هذه هدية من الكراد للعرب، خلنا نعيش بسلم مدى الحياة. أخي ملينا ملوا العراقيين، والله هسه ابني أنا عرف الأخذه وعرف الأذى، ولو أشوفه هسه بصفي والله ما أذي، أنا ما أقدر أدوس على دودة وأذيها بعدين عض صنع عواني ما أدري بيها، ما نقدر نأذي أحد، الرحمة موجودة، نحن إنسانيين. العفو الأبوي لمن لا تهمة عليه، أبرز مطالب من ينتظرون عودة أبنائهم أو معرفة مصيرهم على الأقل. سنوات تمضي ولا حلول تلوح في الأفق. لقناة الفلوجة عبد الله العامري، كركوك.